مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من الأخبار المنوعة، ميليشيا الحوثي تبيع أراضي الأوقاف في قرى ذمار دعما للجبهات. موقع إخباري يعلق: برنامج رئيس الفصل على قناة بلقيس، الجميع في مرمى الاستهداف ولا خطوط حمراء. البي بي سي يتحدث عن ممرضة مهمتها وقف أجهزة التنفس الصناعي ليتوقف قلب المريض. تلك الأراضي التي أوقفها أصحابها قبل وفاتهم، هل كانوا يعتقدون أن يأتي من يقوم ببيعها ومصادرة قيمتها وصرفها لأجل حرب لا علاقة لهم بها؟ من يقوم بذلك؟ وفقا لموقع الصحوة نت، هم الحوثيون، وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تبيع مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف في ذمار لدعم جبهات قتالها. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت على بيع مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف وأملاك الدولة شرق مدينة ذمار. وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي عبد الله الجرموزي المنتحل صفة مدير مكتب الأوقاف أقدم على بيع مساحات شاسعة من أراضي الوقف الواقعة بين قريتي ثمر والملاف غربي المدينة بذريعة دعم جبهات القتال. وكانت الميليشيا الانقلابية قد بدأت بصورة تدريجية منذ سيطرتها على محافظة ذمار، بدأت في الاستيلاء على عقارات الدولة والمنازل السكنية التابعة لها بذرائع مختلفة، كما استحوذت على أراض عديدة في مناطق حيوية تابعة للأوقاف بذريعة منحها لأسر قتلى الجماعة. الفنان والإعلامي محمد الربع سيطل على المشاهدين عبر برنامجه الساخر رئيس الفصل الذي ستبثه قناة بلقيس الفضائية في هذا الموسم، وقال للمصدر أونلاين إنه مختلف وأقوى من كل البرامج الساخرة وبسقف حرية مرتفع. وعنوان موقع المصدر أونلاين: رئيس الفصل محمد الربع، الجميع سيكون في مرمى الاستهداف. وأوضح أن البرنامج متنوع خليط بين السيت كوم كوميديا الموقف، وهو نوع جديد من الدراما الكوميدية، والحديث المباشر للكاميرا والدراما الكلاسيكية، إضافة إلى كليبات غنائية منوعة. تدور أحداث المسلسل في فصل دراسي حيث يرأس الربع الفصل ويحاول تغطية الفراغ الذي خلفه إضراب المدرسين لكن خارج المنهج الدراسي، وذلك بمناقشة قضايا الشأن اليمني بإسقاطات من زوايا ومنظورات مختلفة. قال مدير قناة بلقيس أحمد الزرقة للمصدر أونلاين إن جميع الأطراف اليمنية واللاعبين الخارجيين سيكونون في مرمى الاستهداف في برنامج رئيس الفصل الذي يتجاوز كافة الخطوط الحمراء. وتطرق مدير القناة إلى برنامج حيث الإنسان بنسخته الثانية والذي ستبثه قناة بلقيس في شهر رمضان. البرنامج مخصص لدعم المبادرات المجتمعية والمشاريع الصغيرة لعدد من الأسر والفئات الأكثر احتياجاً للدعم، وتتنوع حلقاته والمشاريع التي قدمها ويقدمها في مجال التعليم والتأهيل ودعم النساء والفتيات والشباب عبر فرق ميدانية وبرعاية ودعم من مؤسسة توكل كرمان. ويتضمن البرنامج شقاً تفاعلياً يقدمه المذيع سامي السامعي الزميل، ويتضمن عرض فيلم وثائقي خفيف، وقد طرح أسئلة على الجمهور ويطرحها أيضا للتفاعل معها وكسب الجوائز التي تصل إلى أكثر من 500 ألف ريال يوميا. غزاة الفجر، تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان بعد خروجه من معتقل الحوثيين الذين داهموا منزله واعتقلوه قبل أن يفرجوا عنه. وقال الرويشان في مقال تنشره بلقيس: هكذا اقتحموا بيتي وروعوا أسرتي. كانت الساعة الخامسة صباحاً وكنت نائماً لوحدي في غرفتي في الدور الثالث حين سمعت ضرباً عنيفاً بمطارق ضخمة لكسر الباب. قمت بسرعة، وكان الأهم بالنسبة لي في هذه اللحظة أن ألبس ملابسي أولاً لحياة أو لموت، ولم أكد أفعل حتى انفتح الباب بقوة بعد كسره وكان الملثمون أمامي. كانوا يصرخون وبنادقهم مشرعة نحوي وفي وقت واحد مثل مجانين: سلم سلم نفسك. تماركت نفسي رغم المفاجأة ونزلت معهم لأكتشف أن عددهم في المنزل حوالي 50. وحين خرجت من البيت رأيت الباب الحديدي الخارجي الضخم
مطروحا على الأرض بعد اقتحامه بمدرعة. كان الشارع وكانت الشوارع المؤدية إليه ممتلئة بعشرات المدرعات والطقومات وحوالي 150 مسلحا ملثما يحاصرون البيت ويقفون تحت كل نافذة وجوار كل باب في بيوت الشارع كله. كانوا قد أغلقوا الشوارع تماما، وحتى أنهم أغلقوا على المصلين باب المسجد القريب وكانوا بداخله بعد صلاة الفجر. ثمة واقعة قديمة تذكرتها الآن تبين معادن الرجال وأخلاقهم، والواقعة روتها تقية بنت الإمام يحيى حميد الدين في كتاب صدر لها قبل سنوات. قالت إنها كتبت إلى جدي النقيب صالح بن ناجي الرويشان، وبعد قيام الجمهورية مطلع ستينيات القرن الماضي وفي مدينة صنعاء، ترجوه حماية أسرة خالها وحماية السكن من بعض المداهمين، وأنه فعل ذلك بمروءة الرجال ونبلهم رغم كل الظروف في حينها. قبل أشهر خاضت ميليشيا تابعة للمجلس الانتقالي في عدن قتالا ضاريا ضد الحكومة، ما دفعها إلى مغادرة المدينة من وقت إلى آخر يعود أعضاؤها خفية. لكن يبدو أن الانتقالي ينسى ما يقوم به. وفقا لموقع يمن مونيتور، الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة اليمنية بأنها غير موجودة في عدن. اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية بأنها غير موجودة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك على خلفية السيول والفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة. وقال المجلس في بيان له حول سيول عدن: نحن بحاجة إلى حل سياسي دائم وعادل للصراع في اليمن. يجب أن تكون الأحداث المأساوية اليوم في عدن دعوة للاستيقاظ. وأشار إلى أن أي تسوية تفاوضية يجب أن تشمل الجنوب، وأن النهج السياسي الشامل والشامل حقا هو الذي سيوفر صفقة يمكنها تلبية الاحتياجات الحادة على الأرض. تابعت الصحافة الفرنسية المأساة التي يعيشها اليمنيون. نطالع أحد التقارير التي نشرتها صحيفة لوبون أو لوبوان الفرنسية، وجاء فيها أن 15 يمنيا لقوا حتفهم في الفيضانات التي استمرت 48 ساعة في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، بينهم سبعة أشخاص على الأقل في المحافظة الشمالية. منذ عام 2014 كانت الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف مسلح تهيمن عليه المملكة العربية السعودية في حالة حرب ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على صنعاء وعدة أجزاء من شمال البلاد. نزح أكثر من 3 ملايين يمني نتيجة الصراع، ووفقا للتقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس فإنهم يعيشون في أغلب الأحيان في المخيمات، وخاصة المعرضة لخطر لانتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا والملاريا. وحذرت سماح حديد مسؤولة المناصرة بمنظمة أوكسفام غير الحكومية، حذرت من أن الناس لقوا حتفهم وتضررت المنازل والمخيمات، وقد تؤدي هذه الفيضانات إلى تسريع انتشار الكوليرا. قالت حديد: قد يكون هناك 1 مليون حالة إصابة بالكوليرا هذا العام مع بداية موسم الأمطار في اليمن. وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قد أعلن عدن منطقة منكوبة، حيث كانت مئات المركبات تطفو في الشوارع التي غمرت الفيضانات. وقال مسؤول حكومي إن 10 منازل على الأقل دمرت وتضرر 90 منزلا. قال سكان عدن إن ما يصل إلى 35 عائلة تقطعت بهم السبل في منازلهم التي غمرتها المياه. هذا العبث في اليمن. تحت هذا العنوان كتب المغربي محمد أحمد بن نيس مقاله في العربي الجديد مضيفاً: تدفع التطورات أخيرا في اليمن إلى مزيد من التعقيد على الصعيد السياسية والميدانية والإنسانية كافة، وذلك في ضوء تضارب الأجندات المحلية والإقليمية وعجز الحكومة الشرعية عن الانعطاف ولو نسبيا بالقرار الوطني بعيدا عن وصاية التحالف وتفاقم الانقسامات بين مكوناتها، ما ينذر بغياب أي أفق للحل السياسي على المدى القريب. بعد 5 أعوام على التدخل العسكري في اليمن تبدو الحصيلة كارثية بكل المقاييس، وإذا كانت مسوغات هذا التدخل قد بدت حينها وجيهة في سياق الرد على الانقلاب الذي نفذه الحوثيون على حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي في سبتمبر 2014، فإن ارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للحرب على اليمن وتوظيف السعودية هذه الحرب في صراعها مع إيران وضعف الحكومة اليمنية
ذلك كله سحب بساط الشرعية المفترضة لهذا التدخل الذي فقد كل مبرراته السياسية والأخلاقية. تتحمل الحكومة اليمنية قسطاً غير يسير مما آلت إليه الأوضاع في اليمن بعد أن وضعت البيض كله في سلة التحالف من دون أن تبقي لنفسها هامشاً ولو ضيقاً للتأثير في منعرجات الأزمة خارج وصايتها. ومع تشعب النزاع وتعويمه عن صراعات الإقليم وتعدد اللاعبين المتداخلين، كان عجز هذه الحكومة يتضاعف، سيما في غياب استعداد لدى الأطراف اليمنية الأخرى للتوصل إلى توافقات سياسية وميدانية تكون مدخلاً لتسوية معينة. لجان التحقيق لا تنشأ في اليمن إلا من أجل تضييع الوقت وطمس القضية والحقيقة. كثيرة هي القضايا المفصلية التي غرقت في مقابر لجان التحقيق في التاريخ اليمني المعاصر المنظور. هذا مفتتح تقرير نشره العربية الجديد بعنوان لجان التحقيق باغتيالات اليمن مقبرة الحقيقة. هذه القضايا التي ضاعت فيها الحقيقة بداية من مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي أكتوبر 1977 مرورا باغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر ديسمبر 2002 وصولا إلى مقتل العميد عدنان الحمادي ديسمبر 2019. وعلى الرغم من تكرار تشكيل لجان تحقيق في القضايا ذات الطابع السياسي طوال العقود الماضية، إلا أنه لم يسجل توصل أي منها إلى إعلان الحقيقة، ولا تزال أوراق القضايا مفتوحة إلى اليوم. يقول الناشط اليمني عبد الواحد العوبلي في حديث مع العربية الجديد إن أي جريمة ترتكب من المفروض أن هناك نيابة وقضاء للتعامل معها فورا، والأمن الجنائي يأخذ إجراءاته والطب الشرعي يقوم بمهامه والنيابة تثبت كل ذلك بالمحاضر. يضيف العوبلي لكن ما حدث أنه حصل تعطيل كامل لمؤسسات الدولة واستبدالها بلجان تكون إجراءات إنشائها غير قانونية ويحصل فيها تداخل للسلطات القضائية والتنفيذية. يقول العوبلي أيضا إن مهمة اللجنة أو الإعلان عنها امتصاص غضب الناس والاتكال على عامل الوقت في نسيانهم للقضايا وانشغالهم بأخرى. غموض اللحظة، تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مضيفا في جزء من المقال الذي نشرته صحيفة القدس العربية. في عالمنا العربي يسيطر الغموض بأضعاف ما هو قائم في العالم الغربي، فدولنا في معظمها ليست مستعدة لمواجهة الأمواج والعواصف ولا السيول والأمطار ولا الفيروسات، بل هي غير مستعدة لمواجهة الحروب والهزائم أو التنمية وتبعاتها، ولا هي مستعدة لقيادة مشروع متزن لبناء الدولة وتحمل أعبائها. الاستغلال وحب الانتفاع المباشر وحب المال وتحويل الدولة لشركة مساهمة على حساب كل مصلحة عامة هو الذي سيطر على الحالة العربية. بلادنا العربية في أغلبها لا تمتلك القدرات المالية التي ستساعدها على الخروج من المأزق، وفي أغلبها دمرت القطاع العام والحكومي لصالح الخاص، وما تبقى من الحكومي حولته لبيروقراطية قاتلة، كما وحولت القطاع الخاص لخدمات شكلية واستهلاكية على حساب التعليم والصحة والبحث العلمي والإنسان. في مجتمعاتنا تم تحجيم المؤسسات في ظل التركيز على الأمن والقوات العسكرية والأسلحة والقمع والأمر والنهي، وفي حالات كثيرة الصراع الأهلي. لقد كشف فيروس كورونا عن وضع عالمي صعب، لكنه يكشف وضعا عربيا قاسيا وبائسا. إن تناقضات الفقراء والأغنياء ستزداد، تناقضات المجتمع والدولة سترتفع، تناقضات العدالة والظلم ستنفجر، تناقضات الأغلبية المتحكمة بالثروة والاقتصاد والأغلبية التي لا تملك سوف تؤثر في كل مشهد قادم. في ظل الغموض الراهن لن تنجح الدول العربية الغنية في إنقاذ الفقيرة كما كان الوضع في السابق، ولن ينجح البنك الدولي في مساعدة الدول النامية العربية، وبطبيعة الحال سترتفع الديون وتتأثر العملات وتتوسع حالة الانكفاء في دول كثيرة. يتحدث موقع البي بي سي عن واحدة من أصعب المهن حالياً وأقساها وتقوم بها امرأة، فكيف هو شعورها وهي تشهد آخر لحظة لعدد كبير من الناس؟ وعنونت البي بي سي ممرضة مهمتها وقف أجهزة التنفس الصناعي ليتوقف قلب المريض.
اسم المرأة خوانيتا، وهي رئيسة الممرضات في قسم العناية المركزة في مستشفى رويال فري شمالية لندن. تقول المرأة ذات 42 عاما إن عملها مؤلم جدا، أشعر في بعض الأحيان بأني مسؤولة عن موت المرضى. ومن المعروف أن أجهزة التنفس الصناعي تتحكم تماما في عملية التنفس لدى المرضى عندما يتسبب فيروس كورونا بفشل الرئتين، مما يمنح المرضى الوقت الكافي لمكافحة الفيروس والشفاء منه. ولكن هذا ليس كافيا، في بعض الأحيان تواجه الفرق الطبية قرارات صعبة جدا حول الوقت الذي ينبغي عليها أن توقف علاج المرضى الذين لا يبدون أي تحسن. وتتخذ هذه القرارات بعد دراسات متأنية تأخذ في نظر الاعتبار أعمار المرضى والحالات الطبية الأخرى التي يعانون منها واحتمالات شفائهم. تقول: أعاني من الكوابيس ولا أستطيع النوم، أشعر بقلق من الإصابة بالفيروس، الكل مصاب بالفزع. في الشأن الاقتصادي، تحذر خبيرة قانونية من أن الرئيس دونالد ترامب يخاطر بإغراق الاقتصاد الأمريكي لو منع الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتذهب ألكسندرا دوفريسن في مقال بصحيفة الاندبندنت لأبعد من ذلك قائلة: إذا علق ترامب جميع أشكال الهجرة فستعاني الديمقراطية الأمريكية والاقتصاد لعقود. ومنذ غرد ترامب معلنا بأنه بصدد توقيع أمر تنفيذي بتعليق كل أشكال الهجرة مؤقتا ثم إعلانه لاحقا البدء في التنفيذ، ضخ مزيد من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، حسب ما تقول الكاتبة الأمريكية. وتضيف أن الشروط والأسباب والسلطة القانونية للأمر التنفيذي غير واضحة، حيث لم يتم نشرها بعد، ويبدو أن إعلانه قد فاجأ مسؤولي وزارة الأمن الوطني. ولقي إعلان ترامب انتقادات من مختلف الأطياف السياسية وفي الولايات المتحدة، التي وصفت الخطوة بأنها تعكس عداء للأجانب وغير رشيدة وغير فعالة. وتشرح الكاتبة طرحها قائلة: بموجب نظامنا الدستوري، الكونغرس وليس الرئيس هو الذي يسن القانون. يمكن للرئيس أن يقرر ما هي مجالة إنقاذ القانون التي توجه إليها الموارد المحدودة، وبذلك يمكنه أن يقرر أن تطبيق قوانين الهجرة ضد فئات معينة من الناس ليس له ما يبرره في إطار السياسة الموضوعة. لكن العكس غير صحيح، إذ لا يمكنه عادة أن يقيد من تلقاء نفسه الحقوق أو إرساء أسس جديدة للتنفيذ. يعشق بعض الشبان تسلق الجبال والسير على المنحدرات، ويصلون قمما لم تطأها أقدام قبلهم. يغامرون بحياتهم التي قد يفقدونها فجأة قبل الوصول إلى القمة. مجموعة من الصور توثقها رحلتهم إلى الأعالي، ونطالعها من صحيفة الغارديان البريطانية. عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة لحلقة اليوم. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.